الصومال في جواز إرسال زكاتهم إلى نجد الجائعة، وأفتى فقهاء الصومال الله يجزاهم خير، من 80 سنة أرسلوا لنا زكاتهم الله يجزاهم خير. حصل للأسف مجاعة في المدينة وقل فيها الطعام، من أنقذ المدينة؟ رجال الصومال. ووصلتني قائمة بأسماء المتبرعين بالذهب من الصومال لأهالي المدينة، ومكتوب تبرعات إخواننا التجار. مسألة حياة أو موت الآن، ومات الكثيرون من الجوع الآن. قبل 120 سنة صدرت فتوى من علماء الصومال بدفع الزكاة لأهل نجد، فأجاب علماء الصومال نعم إن إخوانكم محتاجين وأنتم لديكم الفضلة ولا يوجد لديكم الفقير والمحتاج، فأخرجوا زكاتكم في إخوانكم في الجزيرة. الذي يرجع للتاريخ يقرأ ويعرف أن الصومال كانت تساعد دول الخليج، كانت تتصدق على دول الخليج. سؤال لأهل الكويت، انظر الصومال، أن تدري الصومال بمن هي الصومال؟ كان الأرزاق والدعم يأتي من الصومال إلى نجد.